حارث صادق قزعل، ملقب حارث العربي، 23 سنة، بغداد، البياع. كنت تدرس بالدار لحد ما وصلت المتوسطة، ناوي أوصل وناوي أطف فنون جميلة وناوي أدرس موسيقى بشكل عام، يعني مو شلون ما كان. وبعدين صار عندي ظروف، توفى والدي وتركت المدرسة. الموسيقى بالنسبة لي كل شيء بحياتي، ودائما مبتسم بيها، ودائما تخليني أعبر شغلات أصعب من الصعبة. أنصح العالم بأنه خلي يجازف، خلي يوصل، خلي يوصل صوته للعالم. هي ترى الموسيقى فرصة، وفرصة تجي مرة واحدة ما تجي مرتين. أذن وما صليت، أذن وما صليت ويا اللي يصلون، أسجد وخاف الطيح دمعة من العيون، من القيد ما بجيت تنشر النار تجيس لو تعتر، من القيد ما بجيت تنشر القط اللو جاس نتعور، أكض السبحة وانا فتر عليل وحالتي تقهر كبر جرعي.